أن نخدم مدينتنا ووطننا وأمتنا وأن نصبر في الأخير سنحصد. الحصاد يأتي في الأخير بباب ليس بالتكبر. في هذه مؤخرا أعطيت لي جائزة من أستراليا لأحسن ناقد عربي لعام 2011. وهذا ابن من؟ هو ابن مدينة النضو. أنا بعيد عن الرباط ومراكز الإشعاع. بعيد نسيجة. ابن إحدادن. ابن إحدادن. الذي وصل إلى أستراليا. نعم. ومعنا دكتورة وهي تلميذتي درست عندي كانت أحسن تلميذة مجتهدة. ما زلت أعتز بها. كان خطها رائعا جدا. الضفة كان يفطرها نموذجا. يعني دائما أتذكرها وأضرب بها المثل في الاجتهاد والعمل. يا ليت يكون تلاميذ مثل الدكتورة. شكرا. شكرا. الهدف النبيل وسامي يكون أجيال في المستوى المستقبل. المصدر ديالي مصدر كأي تلميذ أي طالب مصدر من الابتدائي هو المصدر ديالي مبداش في الابتدائي. المصدر ديالي بدا في البيت قبل الابتدائي. لاحظت الأستاذ تنقولها يعني الفضل كيرجع للوالدين الله يجازيهم كل خير. بداو معنا من الصغر يعني سنة ونصف كيبداو معنا في البيت. السبورة لازلت أتذكر السبورة في المنزل. الوالدة تتكلم بمواد معينة اللغة العربية القرآن والوالد اللغة الفرنسية والرياضيات. الله يجزيهم بالخير داو معنا. الرب دخلت الرب في سن مبكرة جدا بحكم أن الوالدة ديالي هي موظفة يعني كان ضروري أنني ندخل الرب. موراها قريت في مدرسة أم المؤمنين للبنات. المدرسة كانت في مستوى الأساتذة تاعك عاقلين على المسار ديال المديرة رشيدة والكفاءة ديالها. الحمد لله المسار كان جيد جدا. مراها الكولاج تاع الإعدادي في بنو سينا والثانوي في طه حسين. الحمد لله تحصلت على معدل في المستوى واللي أهمني أن دخلت الكلية الطب. في الحقيقة هذا المعدل كان غير أهمني دخل جميع المدارس وجميع الحمد لله الفاكولتي اللي كانوا في الوقيتة. يوم كامل يعني لا جورني ما كيعياش. كاين اللي كيقرا نص ساعه كيرتاح نص ساعه كيقرا نص ساعه. ليسونسيال في هادشي كامل سمحوا لي نخلط الفرنسي والعربي لان باش نهار العربيه صعيبه. يعني ليسونسيال لا فولونتي الاراده وكي قال الاخ الصبر. يعني ولا كانت الاراده كاين اللي واحد مثلا حنا فاش قرينا ميديسين كاين اللي كيتعثر في المواد. الحمد لله كانت دوزيام سيسيون. كاين اللي كيقرا من سبتمبر حتى جونفي باش يدوز ليكزام. كاين اللي كيخدم حتى لو ديرني موا. يعني كل واحد. وهنا كتدخل كي قلتي لا فيزيولوجي كتدخل العائله كتدخل الماده كتدخل بزاف الحوايج. ولكن اللي مهم اللي كينجح اللي عنده اللي قلت لك لي دو زيليمون هي لا فولونتي والصبر لا باسونس. ما يمكنش توصل إذا ما شفتيش لا فولونتي. وفاش كنقولوا الإرادة كنقولوا شوية مشقة عاود يعني كاين مشقة لابد. لا ضروري يعني. وحتى المشقة الحياة كان ما فيهاش مشقة يعني ولكن المستوى يتغلب عليها بالعزيمة والإرادة. واستطاعوا أن يعطوا درسا رسالة مؤيدة هم بحسب ما شاهدنا قبل قليل يوجهون رسالة إلى الناس الأسوياء لينا حنا فإذا كانوا هم عندهم إعاقة وعندهم معاها نسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم جميعا واستطاعوا أن يتغلبوا على هذه العراقيل والعادات وأن يصلوا إلى قمة النجاح. فكيف لا يمكن أن يصل إلى ذلك النجاح شخص يتمتع بكل عوامل العافية والصحة وسلامة الجسم والعقل. سينون ديال الشتو كيدير داك البونجوار. الكتاب ضروري اشتري ليس كتاب في الادب في العلوم في السياسه في الفلسفه. ثم بالنسبه للطالب اذا اراد ان يواجه مثلا البكالوريا او كذا يجب ان يكون لديه منهجيه. المنهجيه ضروريه في التعامل مع المواد.
حتى الوراثات تلعب دورا مهما في الفلسفه. طرحت قضيه على الانسان يعني يكتسب الاشياء بطريقه وراثيه كما يقول ديكارت. ديكارت يقول العقل هو اعدل قسمه متساويه بين البشر. فهذا الغلاف ازرق، اذا ذهبنا لموزمبيق يقول لنا موزمبيقي ازرق، اوروبا في اوروبا يقول لك ازرق، في اليابان ازرق. ولكن بالنسبه للتجريبيين كدافيد هيوم وجون لوك وستيوارت ميل، خاصه جون لوك يقول العقل صفحه بيضاء، ليس هناك انسان ولد وهو ذكي، والا لماذا نرى في القسم ذكي غبي احد متوسط؟ يعني لو كان انسان يولد بعقل مشترك وبطريقه وراثيه، فلماذا لا نكون متساويين في الرياضيات؟ كلنا يكون لدينا مستوى واحد. اذا هنا الاكتساب، ضروري الانسان ان يبذل مجهودا من اجل ان يكتسب المعلومات والمعارف ليواجه المعيقات. لذلك دائما كل العلوم الرياضيه اكيد اني اسال في ماذا اريد ان اتخصص بعد البكالوريا، فعندما اجيب اني اريد شعبة الطب وبالضبط التحليل النفسي، أقابل علي عدة علامات تعجب واستفهام، لماذا؟ علاش درت سيونس نوت؟ علاش باغا ندير التحليل النفسي؟ يعني ليكواسيون كاين شوية الخلل، سيونس نوت يعني خاصك دير لانجينيور ولا شي حاجة ضروري. الاستفسار الثاني هو واخا داير علم ولكن أعشق الأدب، كنكتب شوية وكنقرا شوية، واش لفت أنني نعطي شوية الوقت للإبداعات الأدبية؟ هو ضياع للوقت خاصة وأن البكالوريا على الأبواب. ثالثا باش نكون يعني باش التلميذ ولا الفرد يكون إكسيلون ولا إكسيلونت، واش ضروري لي زوطخ يصفقوا ليه ولا يعترفوا ليه بداك الشيء؟ ورابعا شنو كانت الحاجة؟ واش التلميذ يعني إلا قال بان الفشل او لنقل عدم التفوق ويبرر بالتنشئه الاجتماعيه والظروف اللي كيعيشها، واش مقبوله منه؟ كاين بعض المشاكل التي يعانيها التلاميذ في خصوصا في المطالعه. يعني بالنسبه لي انا منين كنطالع ما كنوجدش واحد الراحه، يعني استمرار في قدره المطالعه. يعني خصني شي حل باش غادي نواجه يعني هذاك يعني هذاك هذاك كما كنسوي كما كنقولوا يعني الوقت باش غادي تطلع مزيان وتفهم هذاك الشيء مزيان. توتي فاسيل يا اون دو ايساي، كل شيء انسان، ولكن لا بد من بذل مجهود معين. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بالنسبه للتلاميذ يواجهون مجموعة من الصعوبات، فأغلبهم يستسلمون لهذا النوع من الفشل وعدم المواجهة. وأنتم كما درستم في الفلسفة أن بول سارتر صاحب الفلسفة الوجودية يقول أن الإنسان ما دام يمتلك الوعي والعقل والإرادة يمكن أن يغير ظروفه. عندما تجاذبني صخرة في وسط الطريق لا يمكن أن أعود إلى الخلف أو أن أبقى مكتوف الأيدي، علي أن أستعمل العقل والإرادة والحرية من أجل زحزحة هذه الصخرة من الطريق.